ويتجدد بنا اللقاء في حلقة جديدة من كيبورد، فأهلا وسهلا بكم. وستشاهدون في هذه الحلقة رد فعل علي عبد الله صالح بعد قرار تعيين علي محسن، وأيضا الكلاسيكو وأجوائه التي لطالما ما انتشلت اليمنيين من أجواء الحرب، وأيضا المدرجات الزراعية التي اشتهرت بها اليمن يتم تحويلها إلى مقابر للأسف. وأيضا سنشاهد شباب من عدن يطببون وجه مدينتهم المدمرة بالقراءة، وأيضا مسابقة جديدة لليونيسف تحت عنوان الأطفال والصراع، بيوت مدمرة وأحلام عامرة، وفي ألت شيفت الاختلافات السياسية وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية، وفي ديليت يمنيون بالسعودية يشكون فساد السفارة اليمنية هناك، وأخيرا في فقرة تاتش أول حذاء ذكي في العالم يربط نفسه بنفسه. كل هذا والمزيد في حلقة اليوم، فخليكم معنا. هذا الأسبوع كان مليئاً بالكثير من المواضيع الكبيرة والكثيرة والتي حازت على اهتمام مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أهمها القرارات الجديدة للرئيس هادي وتعيين علي محسن نائباً له وبن داغ رئيساً للحكومة. القرار كان مفاجئ وصادم للكثير، وأعتقد هذا ما جعل البعض لا يعلقون على الموضوع بتلك الطريقة التي اعتدنا عليها، وهم كانوا أول المبادرين للتعليق على هكذا مواضيع. الكثير أستطيع أن أقول أنهم التزموا الصمت، وهنالك من كتب مبارك وغيره ناقد. تنوعت الآراء كثيرا بين الصمت والنقد وبين المباركة. أحببنا أن ننتقي من هذه الآراء الساخر منها، واكتفينا بتغريدة للصحفية والناشطة ثريا دماج وأيضا مقطع فيديو. بداية نشوف تغريدة ثريا. ثريا غردت في تويتر كتبت: من شروط الحوثيين في مؤتمر الكويت نقل كافة صلاحيات رئيس الجمهورية لنائبه، ذا الحين عادهم مع الشرط هذا ولا لا؟ ذكرهم هادي في الصميم. كان هذا هو رأي ثريا دماج، والكثير علق ساخرا بهذه الطريقة. أما الفيديو فهو لردة فعل علي عبد الله صالح من هذه القرارات. كان هنالك رد فعل علي عبد الله صالح ولكن بطريقة محمد الحاوري، خلونا نتابع. تقول فعلا تكون ردة فعله كذا؟ الله أعلم. ننتقل إلى موضوع آخر قسم سكان الأرض إلى قسمين، إنه الكلاسيكو الأشهر بالعالم في الدوري الأسباني بين برشلونة وريال مدريد. وكعادته فهو ينتشل اليمنيين من أجواء الحرب والسياسة ليأخذهم في فسحة رياضية قصيرة. وحول هذا الموضوع كتب العديد من الناشطين، ونبدأ بمنشور للأستاذ خالد الرويشان. الأستاذ خالد الرويشان بداية منشوره كتب كيف كان يشاهد المباراة، ثم قال: أشعرتنا مباراة الليلة أننا ما زلنا أحياء بالفعل، وأننا ما زلنا جزءا من هذا العالم. لو أدار اليمنيون اختلافاتهم بالتنافس والإنجاز كما هي في مباريات كرة القدم، وليس بالسلاح والقتل كما هي في لحظتهم الراهنة، لكانوا في أحسن حال. أن يختلف اليمنيون حول مباراة الليلة بين ريال مدريد وبرشلونة فهذا أفضل بكثير من أن يختلفوا سياسيا بطرائقهم الدموية المجنونة. ولذلك فإن اختلاف اليمنيين الليلة حول كرة القدم دلالة مدنية محمودة ومطلوبة. تمنيت فقط لو أن مشجعي الكرة اليمنيين هم من سيذهبون للكويت بدلا عن السياسيين الخائبين.
كان هنا في نهاية منشور الأستاذ خالد دلالة كبيرة. ننتقل إلى منشور آخر للكاتب والصحفي الكبير المعروف حسن عبد الوارث، والذي كتب بطريقته المعتادة. كتب الأستاذ حسن: من حقكم يا شباب أن تفرحوا وتمرحوا ولو من أجل مباراة في الكبة، الكبة يعني كرة القدم ولكن في اللهجة العدنية، بين فريقين في أقاصي بلاد الأندلس. أنا ليس لي مزاج رياضي برغم أنني أتظاهر بتشجيع برشلونة مجاملة لابن حاتم، ولكنني أتفهم هذا الشغف لديكم وأحمد لكم قدرتكم على الابتهاج بل وحقكم الكامل فيه، درءا للوجع المضاعف جراء تواتر مآسي وويلات هذه الحرب القذرة. لو لم تكن ثمت بقية من زمن في مشوار العمر ابتهجوا، ولو لم تكن ثمت فرصة للحيلولة دون الموت ابتهجوا، لو ذهبت كل فرص الفرح أدراج الرياح ابتهجوا، ابتهجوا بكل ذرة في مساماتكم وبكل قطرة من رحيق عنفوانكم ابتهجوا. ننتقل الآن لموضوع آخر، وهو كيف حولت الحرب المدرجات الزراعية التي لطالما اشتهرت بها اليمن وتفاخرنا بها أمام العالم، تحولت إلى مقابر للأسف. لم يسلم من أذى الميليشيات لا البشر ولا الحجر ولا حتى الأرض اليمنية التي لطالما كانت مصدر خير لليمنيين، تحولت إلى مقابر جماعية كبيرة. كان هذا من أبرز مواضيع هذا الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقلنا لكم بعض المنشورات حول هذا الموضوع. ونبدأ بمنشور للناشط عبد الرحمن غالب. عبد الرحمن كتب في صفحته: مدرجات اليمن الزراعية مفخرتهم عبر التاريخ وإحدى عجائب الدنيا، الحدائق المعلقة التي تجاور السماء بعد أن كانت حقولا للسنابل والبن والرياحين والورود واللوز، حولها الحوثي إلى مقابر. وأرفق عبد الرحمن أيضا صورة لهذه المدرجات الزراعية التي تحولت إلى مقابر، صورة مؤلمة وفعلا شيء مؤسف جدا. أما الناشطة نادية عبد الله كتبت أيضا على ذات الموضوع، نادية كتبت: الخيرات الاستراتيجية للشعب اليمني يصنعها له الحوثي وصالح، هي مقابر مزروعة بس لو يزرعوها طماط وبطاط أقل شيء يستفيد منها عيال من فيها بعد ما تيتموا. إذن فكرة نادية هي أنه لو يزرعوا هذه المدرجات بالخضروات ليستفيدوا من هم مقبورين، عيال من هم مقبورين في هذه المقابر. وهذه أيضا إحدى الصور التي انتشرت هذا الأسبوع للمدرجات الزراعية التي تحولت للأسف إلى مقابر جماعية كبيرة. الصحفي توفيق الشرعبي أيضا كتب على ذات الموضوع، نشوف منشور الأستاذ توفيق. كتب إنهم يقتلون الأرض والإنسان. مدرجات خولان بن عامر الزراعية بمحافظة صعدة والتي اشتهرت بزراعة اللوز والعنب تتحول بفضل الحوثيين إلى مقابر. ومن مدرجاتنا الزراعية الشهيرة التي كانت يوما ما إحدى مفاخرنا، ننتقل إلى مفخرة جديدة تطل علينا هذا الأسبوع، وهو تكريم اليمنية نهال العولقي بجائزة المرأة الشجاعة للعام 2016 من وزارة الولايات المتحدة. السفارة الأمريكية في اليمن رشحت الدكتورة نهال العولقي لنيل هذه الجائزة المرموقة اعترافا بمساهماتها في الدفع بسيادة القانون والحوكمة والتقدم في اليمن. ألف مبروك للدكتورة نهال، وفعلا شيء مفرح ومفخرة كبيرة مع تكريم يمني كل فترة بالمحافل الدولية والعالمية. مؤخرا شهدنا تزايد تكريم اليمنيين بمجالات مختلفة سواء في الطب في السياسة، وهذا يعني كان يعيد لنا الأمل بعض الشيء في ظل هذه الأوضاع المتردية التي تمر فيها بلادنا. ننتقل إلى موضوع آخر، وهو الاحتفال بيوم اليتيم العربي والذي تقرر أن يكون في الجمعة الأولى من شهر إبريل. وبهذه المناسبة أقامت مؤسسة علا المجد للتنمية ومؤسسة الرحمة ودار الرفقاء وبمشاركة العديد من المبادرات الشبابية فعالية للأيتام في
مؤسسة الرحمة بصنعاء. خلونا نشوف صور من هذه الفعالية. شكرا لكل من بادر بهذه المناسبة وأدخل البهجة لقلوب هؤلاء الصغار، وهذا هو أكثر ما نحتاجه حاليا، التكافل الاجتماعي الجميل الواضح في هذه الفعالية. وننتقل من صنعاء إلى عدن، وما زال شبابها يطببون جراحها المتناثرة والظاهرة على وجوه منازلها وشوارعها، ومع كل مبادرة شبابية تشعر أنهم يحاولون مد مدينتهم من أرواحهم لتستعيد روحها التي سلبت منها. وحول مبادرة شبابية تحمل اسم كليمون، وإحدى فعالياتها غردت الناشطة والصحفية اليمنية المعروفة هند الإرياني في تويتر. نشوف تغريدة هند. هند كتبت حول المجموعة ونشاطهم وشاركت بعض صور النشاط لهؤلاء الشباب وهم يقومون بقراءة بعض الكتب في إحدى الأماكن التي تعرضت للدمار. هند كتبت: في عدن شباب وشابات فريق كليمون للقراءة يتحدون الدمار الذي وراهم من مخلفات حرب الحوثي وصالح. اليونيسف أقامت مسابقة للصور الفوتوغرافية بعنوان الأطفال والصراع، بيوت محطمة وأحلام عامرة، تحت شعارات كثيرة منها عام من الصراع وأكثر من تضرر فيه الأطفال، وأيضا لديك قصة عن طفل احكيها بعدستك. وكان من ضمن أيضا شروط المسابقة أن تجسد تأثير الصراع على الأطفال وحياتهم، وأخلوها من أي شعارات أو توقيعات. خلونا نشوف بعض من صور المسابقة. كل هذه الأعمال الرائعة فازت ثلاث صور منها، فألف مبروك للفائزين. وخلونا الآن نشوف الصور التي حصلت على المراكز الثلاثة الأولى. والآن دعونا نختتم فقرة أبديت بأغنية لتعز، أرسلها لنا صديق البرنامج عبد الله الشاحذي، وهو من قام بعمل مونتاج الأغنية. شكرا لتفاعلك معنا عبد الله، ونتابع جزء من الأغنية. مدينتنا التي رسمت صباحا جديدا وافتدى دمها الجياع، تعلمنا على يدها الأغاني وغنينا فأحسنت السماع. إذا انهرنا أتت من كل جرح لتبني بالدم الوطني قلاعا،
لتبني بالدم الوطن إلى نروح لفاصل قصير ونعود لاستكمال ما تبقى من فقرات البرنامج، فخليكم معنا. أهلا بكم من جديد، ونكمل وإياكم فقرات البرنامج وإلى فقرة Alt Shift. الاختلافات السياسية وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية ما بين مؤيد ومعارض يخسر كثير من الناس علاقاتهم الاجتماعية، خاصة في ظل الاتهامات المتبادلة في قضايا تعتبر حساسة في الظروف الراهنة الذي تعيش به بلادنا حاليا. أنتم هل تأثرت علاقاتكم مع من حولكم بسبب الاختلاف في الرأي؟ وهل فعلا بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية؟ كان هذا هو موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع، والآن نستعرض أبرز تعليقاتكم ونبدأ بتعليق أسامة الفهيدي. أسامة، أكثر واحد يعلق وأول واحد يعلق، ألف شكر لك يا أسامة على هذا التفاعل الجميل مع الحلقة. وأسامة كتب: يحصل اختلاف في الرأي ما بين الزوج وزوجته، ما بين الأب وابنه، لكن لا يفسد العلاقات بينهم. أما عما حولك، بمجرد أنك تكلم حول الأوضاع في البلاد يقول لك يا رجال هجعنا من السياسة. أما من يفسد العلاقات الاجتماعية هو التعصب الحزبي والتعصب المذهبي المقيت. اللهم اصلح البلاد وهدي العباد، اللهم آمين. وياسر الوصابي كتب: اختلاف الرأي شيء طبيعي عند العقلاء، لكن الغلط هو أن تتحاور مع إنسان جاهل أحمق قليل الإدراك والطامة الكبرى إذا كان يحمل سلاح. اختلاف الرأي عندنا في اليمن سبب مشاكل كثيرة، وأهمها الإقصاء والاعتقال. الله يخارجنا من خفيفين العقول ومن شرهم. تعليق آخر لي عدنان الزاهرب كتب: عدنان، احتفظوا قدر ما تستطيعون بالمودة بينكم، سيتصالح حساسة ويغدو أعداء الأمس أصدقاء اليوم. هذه هي السياسة ومعاييرها، فلا تخسروا أحد من أهلكم وجيرانكم وأصدقائكم وزملائكم، ولا تمزق علاقتك الاجتماعية بسبب وجهة نظر متعصبة ومتحيزة أو رأي متشنج. سيصبح ماضي كلما تذكرته شعرت بالألم والوجع. شكرا لك يا عدنان. عدنان كتب نصيحة مهمة في غاية الأهمية، هو أن هذه هي لعبة سياسية ستنتهي وتتحول في الغد، وأنتم ستخسرون علاقاتكم ومن حولكم. أتمنى أنكم تستمعوا لنصيحة عدنان. ننتقل إلى تعليق آخر لمبارك اليمني. مبارك كتب: هنالك نوعان من الخلافات، الاختلافات الأسرية كما الخلاف بين الأب وابنه أو الزوج وزوجته والأخ وأخوه، وهذا النوع من الخلافات لا يؤدي إلى إفساد العلاقة نوعا ما فيما بينهم. مبارك شكله فهم الموضوع غلط، احنا كنا نتكلم عن الاختلافات السياسية وخاصة الحاصلة في هذه المرحلة. كتب: أما النوع الآخر من الخلافات، الخلافات الحزبية والسياسية، هو هذا ما كنا نقصده يا مبارك. الخلافات الحزبية والسياسية والطائفية، وهذا النوع يؤدي إلى التعصب والمناطقية بين الناس، وما نعانيه الآن هو نتيجة ذلك التعصب المناطقي وبسبب تلك الخلافات التي ليس لها معنى سوى التفرقة بيننا. تعليق آخر لمحمد المياس كتب فيه: من الطبيعي أن يكون هنالك اختلافات سياسية وآراء مختلفة بين أفراد المجتمع، لكن مجتمعنا أصبح وللأسف مجتمعا لا يحترم الرأي، وأصبحت العلاقات متوترة بين أبناء المجتمع، وذلك بسبب التعصب الحزبي والسياسي والطائفي الزائد، والذي لم ولن يحقق لنا سوى المزيد من الصراعات والحروب والدمار. تعليق آخر للزميل الصحفي محمد عادل العريفي، شكرا لتفاعلك معنا محمد. كتب فيه:
أهلا بكم، تحية لطاقم قناة بلقيس ومشاهديها الأكارم. نعم تأثرت، أحاول جاهدا أن أكون شخصا يتجنب التعصبات الحزبية، إلا أنهم يحاولون جاهدين تصنيفي من فكر وانتماء، متمسك دوما بأن الخلاف لا يفسد للود قضية، إلا أنهم عندما يعادوك هنا تتغير المفهومية، لأن هنالك أمور مصيرية لا تحتاج للحياد. ونختتم بتعليق الصديق بلال مغرم، شكرا يا بلال لتفاعلك معنا. بلال كتب: في البداية نذكركم أن تقول رأيك وأقول رأيي، فهذه تسمى حرية رأي، وأن تقول رأيك ولا تريد أن تسمع لآراء غيرك فهذا يسمى ضيق أفق. في اليمن خاصة الاختلاف في الرأي يفسد للود كل القضايا. أن تطرح رأيا تراه من وجهة نظرك صائبا حتى يتهمك من حولك بأنك غير صائب في طرحه، وتبدأ الاختلافات الحزبية والطائفية والمناطقية تلوح في الأفق والاتهامات تتطاير فوق رأسك. ولهذا فقدنا الكثير من أصدقائنا وتأثرت علاقاتنا بهم بسبب اختلاف الرأي. فالشعب اليمني الذي يتعايش مع الجهل والفقر والمرض وغلى المعيشة، ويتعايش مع حمى الظنك والسرطان ومرض التوحد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتعايش مع بعضنا البعض. إذن بتعليق بلال نختتم هذه الفقرة ونذهب للفقرة التالية، خليكم معنا. في ديليت هذا الأسبوع انتشرت صورة في مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال من السفارة اليمنية في الرياض لأحد المغتربين اليمنيين، وبحسب قوله أنه كان بغير حق. صورة الإيصال تنقلها الكثير من الناشطين على أنها دليل على فساد في السفارة. خلونا أولا نشوف بعض واحد من هذه المنشورات الذي تنقل الصورة وكتب عنها. كما شاهدتم هذا هو منشور للصحفي المعروف نبيل الأسيدي، هو كان أحد من تناول الموضوع وغيره أيضا الكثير، جميعهم كتبوا باستياء بالغ من هكذا تصرف ومن جهة حكومية وبهكذا توقيت أيضا وبظروف عصيبة تمر بها البلد. نحن بهذه الظروف وبهذه الفترة بأمس الحاجة لتتضافر جميع الجهود للإثبات أن الدولة هي الحامي لحقوق الناس وليس العكس. والكثير كتب عن الموضوع مطالبين المسؤولين بالنظر بالموضوع أنه لا يمر مرور الكرام كالعادة، ونتمنى فعلا أن يتم ذلك. ننتقل الآن لفقرتنا الأخيرة وإلى تاتش. بما أن هذا الأسبوع كان جزءا منه رياضيا، اخترنا لكم هذا التقرير حول أذكى حذاء في العالم. هذا الحذاء يربط نفسه بنفسه، كيف ذلك؟ خلونا نشوف هذا التقرير. هل تنزعج من ربط حذائك وتهدر وقتا طويلا في ذلك؟ حيث أطلقت هذه الشركة العالمية حذاء ذكيا يدعى هايبر أديبت. نظام الحذاء الداخلي يربط نفسه تلقائيا، فعند إدخال القدم فيه يلمس الكعب جهاز استشعار يتسبب بتضييقه، وهناك زران إضافيان في الخارج يسمح لك بتضييقه أو حله بشكل عفوي. لاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو كان هو أول من قام بارتداء هذا الحذاء، أما موعد عرضه في الأسواق فسيكون نهاية هذا العام. بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من كيبورد، ونتمنى أن نكون قد وفقنا بها ونالت استحسانكم، ونرجو تفاعلكم معنا عبر صفحتنا بالفيسبوك، الظاهر رابطها أمامكم أسفل الشاشة. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من إلهام عامر ووئام مختار وكافة طاقم البرنامج. نلقاكم على خير الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين كونوا بخير وسلام، إلى اللقاء.